كيف تنظر إلى هذه الحالة بالتحديد في هذه المرحلة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أنت لما يكون عندك أزمة وتوصف الأزمة غلط هتنتج حلول غلط وتاخد مسارات غلط. وللأسف يعني إحنا بناخد الموضوع من الخلف دلوقتي. يعني أنت عندك ناس مصرة على مسارات في غاية الخطورة وخاطئة تماما. ده بنستنتج منها مصدر المشكلة. هو مصدر المشكلة عنده أن في أزمة سياسية في مصر. الموضوع مش كده خالص. مصر لو حاولنا نوصف الكلام ده هنوصفه على انه حرب، على انها حرب اهليه بكل المعايير. يعني من 3/7 حتى الان في كتلتين معادياتين لبعض، الجيش مؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الدولة من طرف، والنقطة التانية والجهة التانية في قطاع كبير جدا من الشعب المصري، وكل واحد بيستخدم ادواته، يعني ذات اللي بيمتلك ادوات القوة لسحق الناس، سحق الشارع، سواء باستخدام القوى المسلحة في الشارع او باستخدام الشرطة، القتل في الشارع برضو، او باستخدام القضاء بقتل الناس على منصات الاعدام. كل دي ادوات للقتل وليست ادوات للعدالة او ادوات للدولة حتى. والناحية على الطرف الثاني، الولد امبارح اللي راح فجر نفسه، وال16 اللي اتقتلوا في سينا من كام يوم، والنهاردة في 16 واحد تم تصفيتهم، تم اغتيالهم في سينا العريش، تمام؟ وقبل كده نفس الحدوته. يعني احنا دخلنا في صراع اذا فنوصف الموضوع توصيف صحيح، مش عشان احنا مش عايزين نوصف كده نقول نغير التوجه، ما ينفعش الكلام ده. ما يحدث في مصر الان، ما هي مشكله التوصيف يا دكتور؟ لان انت بتاخد لما توصف مين اللي بيوصف، يعني تقصد مين بالتحديد؟ كل الناس، كلنا. احنا بقالنا 5 سنين عاملين نتكلم في الانتخابات والتعديلات الدستوريه، والسيسي راح والسيسي اصلا مش عارف صهيوني والسيسي مش عارف ايه، والمشكله في السيسي وضباط الجيش الشرفاء وضباط الشرطه الشرفاء. كويس، كل ده كلام ممكن يكون صح، بس مش دي المشكله. الطاقات المستهلكه والمستنفذه في كل وسائلنا الاعلاميه والشحن الجماهيري ويعني كل حاجه لازم تستخدم في مسار صحيح، ان احنا في معركه صفريه امام نظام احتلال مسيطر على مصر، وان ما يقوم به الان في مقدمات ان لم نكن دخلنا فعلا في حرب اهليه مباشره بين النظام وبين كتله مخدره كبيره جدا من الشعب المصري. فده التوصيف، لو وصفنا توصيف صحيح هنعرف ناخد اجراءات صحيح. ما ينفعش نوصف التوصيف ده نقول لك اصل التعديلات الدستوريه بعد كام يوم نبتدي نتكلم عنها. ما طب بتروح ليه الكلام ده؟ لان انت عامل المشكله ان هي مشكله بس في السلطه وفي اجراءات حصلت ومش عارف ايه اي كلام، فبالتالي بتروح للاجراء ده. لكن انت لو احنا موصفين الوضع الحالي في مصر على انه احتلال مباشر او احتلال بالوكاله، وان في حرب اهليه وفي اباده للشعب المصري وتدمير لمصر، لا يمكن واحد عاقل يقول لك نروح في مسار انتخابي. ده كلام مش منطقي ابدا يعني. فدي المشكله. لو وصلنا للكلام ده نبتدي نشوف موضوع الاعدامات بقى. لا، ده موضوع، ده احنا لازم نفكر ازاي نحرر الناس دي. لازم نفكر ازاي في كل المسار اللي احنا واخدينه بقى جديد المفروض ناخده. احنا لازم ناخد مسار مختلف تماما عن المسارات القديمه.